من ضمن الأسئلة عاوز أعرف المدارس السودانية في مصر، المرتبات رينج المرتبات، وهل تعاملهم كويس مع المدرسين المصريين؟ الحقيقة على حد علمي إنهم مش بيشغلوا فيها بنسبة كبيرة مصريين، أغلبية العاملين فيها سودانيين، ودي طبعا لأنها مدارس سودانية بتدرس المناهج السودانية، فالأغلب بتدرس المدرسين سودانيين. أسمع كمان إن رينج الرواتب كويس، أسمع كمان إن طريقة تعاملهم كويسة جدا لأنها رواتب نوعا ما أعلى من المدارس المصرية، وعادة بيدرسوا المدارس المصرية. في ناس بتقول إنه، ودي شائعة مش عارف يعني مظبوطة ولا لا، محتاجين تأكدوا، إن ممنوع العمل بقرار يعني صادر بعدم العمل المصريين في هذه المدارس، لكن مش عارف، لا أعتقد الموضوع ده موجود، ولكن بشكل كبير هو في الغالب أكيد هيشغلوا أبناء البلد عن الموجودين لأن هم سودانيين ودول مدرسين سودانيين، فيحس في جانب الثقافي بتاعهم هيكون أكثر ارتباطا لو أنت أديتهم بهذه المواضيع، ولا حرج يعني، تمام، وأرض الله واسعة وأقدم في العديد من الأماكن. لكن لو جات لك فرصة وتشتغل هناك، لا أسمع، الرواتب كويسة، مكان كويس، خبرة كويسة، إنك تاخد علم جديد أو تاخد مناهج جديدة، ولكن خلي بالك لو أنت قعدت فترة طويلة في هذه المدارس وحبيت ترجع تاني للمدارس المصرية هيبقى في بس إشكالية، لأنك خلاص اتعودت على هذه المناهج، محتاج بقى تأبديت المناهج بتاعتك وتبني تاني وهذه المواضيع. فدي تركاية، ضع ده والمزايا في الاعتبار قبل ما تقدم على أي شيء، وبالتوفيق.